يا سلام يا سلام. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، احوالكم على خير؟ مرحبا بكم في فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا كتشاهدوني نتوما في احسن الاحوال يا ربي. الفيديو ديال اليوم غيكون عباره على روتين. بزاف ديال الاخوات عجبوهم لي روتين، وقلت مره غنديرهم لكم باش اللي كيعجبوها لي روتينات تبعني، واللي ما كيعجبوهاش راه غندير ان شاء الله فيديوهات اخرين ديال اللي فيهم مواصفات وكذلك اللي فيهم تدابير منزليه. المهم الروتين ديال اليوم غادي نبدا من الكوزينه. هنايا بغيت نخدم الماكينه ديال الماعن. دائما صراحه كنخدمها بالليل، ولكن ما عمرتهاش مزيان، كنخليها حتى الصباح نزيد عليها الماعن ديال الفطور وعاد باش كنخدمها. وشوفوا هنا راني قشقشتها بالماعن، هانتوما تشوفوا الكوكوط الطباسل. المهم هنايا هانتوما الزلافه فيها الحريره. المهم عامره 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 بالمواعي الجميله. المهم كندير فيها كل شيء صراحه، وغادي نجاوبكم على الاسئله ديالكم بخصوص الغساله ديال الماعن، واش ننصحكم بها ولا لا. المهم التجربه ديالي دابا راه عامين وهي عندي، كنت خديتها تقريبا رمضان، دابا هذا هو رمضان الثالث ان شاء الله، الله يلحقنا عليه يا ربي. غادي تكمل عندي عامين وصافي، يعني كما كيقولوا ترسخات عندي التجربه مزيان معاها. فهاد لافيسيل لا مارك ديالها هي هادي ارتور مارتان، وانا من الناس اللي كيقلبوا بزاف عاد باش كياخذوا شي حاجه، خصوصا هاد الشيء ديال الالات الكهربائيه، من الغساله، من الثلاجه، ماكينه الصابون، من هاد الحويجات هادو ما كنجيش وكناخذ اي حاجه، كنبقى نقلب 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 ونسول ونقول نسول الناس. المهم هادي هي الثلاجه، حتى هي راه ماشي بزاف دابا باش خديتها، يمكن الصيف، هاد الصيف غتكمل عام عندي. ومن احسن الحوايج صراحه هي هاد الثلاجه، هادي صدقات زوينه بزاف. المهم بالنسبه للغساله الاخوات اللي مهتمات، فخديتها يمكن من كوسموس، وكاينه وكانت حتى في مرجان ب5000 درهم. كتجي فيها ثلاثه ديال الطوابق، الطبقه الاولى ديال المعالق والفراشت والفوي وداكشي، والطبقه الثانيه هي هذه، والطبقه الثالثه راه كيطلعوا وكيهبطوا باش هكا تعدلوهم الا بغيتي ديروا شي طناجر كبار ولا شي حاجه. ما فيهاش صدع نهائيا. وبالنسبه لي بروغرام هما هادو اللي فيها، فيها 6 ديال البروغرام. انا غالبا يا اما تندير ايكونوميك يا اما تندير هذا، الا كانوا معان شويه مغسولين زعما مسخين بزاف، تندير هذا البروغرام هذا. وصراحه انا عرفت احسن احسن حاجه اللي مندمت عليها نهائيا. واخا كتقول لي ماما راه لا ماشين ديال المعن راه ديال المعكازات راه ما ماشي زعما مع شي مهمه غير ديال هكا وهكا، ولكن انايا صراحه ما بقيتش كنستغنى عليها نهائيا. عرفتو تهنيت من داك الجبل ديال المعن اللي كيتجمع كل نهار، كتبقاي تفكي واش نهار كتحداقي وكتبقاي تغسلي حاجه بحاجه ومع ذلك كتغلبي في الاخير. زعما احسن احسن اختراع بالنسبه لي انا هو هاد الغساله ديال المعن والماكينه ديال الصابون، هاد الجوج هادو عرفتو راه الرحمه. بالنسبه للكونسوماسيون ديالها، انا نعاود لكم القصه. انا من الناس اللي عندهم الالات الكهربائيه بزاف في الدار، وكنستعملهم طحانات لاسبيراتور ديما كل نهار انا كنستعمل هذا الشيء، وعندي شوفو ديال الضو والقلايه الهوائيه. هتشوف عندي قلايه جديده، هاد القلايه هذه ديال الاخت ديالي، خداتها من موقع كيكي كلاس. قلت ليها ضروري حتى نصورها في القناه، نصورها للاخوات عاد باش نعطيها لك، وحتى هي ما خسرتش ليا صراحه. هاد القلايه هذه زوينه، راني صورتها لكم في فيديو مستقل غادي نحطها لكم ان شاء الله. يا اما قبل من هذا يا اما غتكون يعني غنحطو لكم من بعد. المهم القلايه الهوائيه اللي خدات هي هذه، جربتها واعره واعره بزاف، غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف ان شاء الله. المهم هذه الثمن ديالها غير 900 درهم بالنسبه اللي عندي انا، حتى هي زوينه ما شاء الله، ولكن الثمن ديالها طلع بزاف، عرفتي وليت كدير 24000 ريال. وبالنسبه للخدمه حتى هذه واعره، حتى هذه حمقاتني، وهذه كاع في الاستعمال ديالها سهل، عرفتي الركلاج ديالها بسيط، الاخرى شويه معقد فيها التاكتيل، المهم معقد شي شويه. وكنت كنستعمل هذه القلايه الهوائيه يوميا، قلت صافي راه هي اللي كتطلع لي الفاكتوره ديال الضو، كتجيني غالي يعني المينيموم كتجينا 400 درهم في الضو، فقلنا نقصوا الاستهلاك. المهم فاش بدلنا الثلاجه وحنا نلاحظوا واحد الانخفاض عجيب في الضو، يعني الثلاجه هي اللي كانت كتستهلك لينا الضو
ماشي الغساله ديال المعان، ماشي القلايه، ماشي لاسبيراتور. الثلاجه كانت قديمه وكانت كتستهلك الضوء حيت ما كانتش كطفاني نهائيا. المهم بالنسبه للجواب، سمحوا لي طولت عليكم. الغساله ديال المعان راه ما كتستهلكش الضوء نهائيا، اما الماء ما نهضروش عليه. الماء راها اقتصاديه على الغسيل باليد. هي السيستم ديالها راه كتغسل غير ب 10 لتر، يعني غير سطل سطل صغيور. هو باش كتغسل المعان، الجبل ديال المعان كتغسلهم لكم غير بكميه قليله ديال الماء، فما كتستهلكش الماء نهائيا. والضو حتى هو راه ما كتستهلكوش، يعني ما غاديش تزيدكم في الفاكتوره ديال الضو نهائيا. حنايا يعني منين بدلنا الثلاجه لاحظنا فرق اللي هو عرفتي، من 400 درهم 500 درهم ولات كتجينا 200 درهم. يعني الثلاجه كانت كتهلك لينا الضو. كنتمنى نكون جاوبتكم، ويلا نكملوا. غادي ندير دابا الغساله باش تخدم، غندير فيها الصابونات ديالها. احسن حاجه هي تستعملوا الجيل احسن من هاد الصابونات هادو. انا غادي ناخذ تقاده ليا، المهم هذا تنخدم غير احتياط. الا كان عندكم معان غير قلال تقدروا تقسموا هاد الطابليت هادي. وهنايا غادي ندير هاد البروغرام هذا حيت شويه المعان مسخن. بالنسبه للاخوات اللي كيتسائلوا واش خصنا نشلوا المعان ونحيدوا يعني ندوزوا تحت الماء، لا ماشي ضروري، فقط زولوا منهم بقايا ديال الطعام وصافي. يعني غير مسحهم بحال الا غتغسلهم بيديكم، كتحيدوا منهم بقايا ديال الماكله وصافي، وكديرهم فيها. المهم اليوم غادي نطيب العدس بواحد الطريقه ساهله وبالزربز بالزربه ما كيتعطلش نهائيا. المهم انا غادي ندير العدس، غادي نقيه وغادي نغسلو. صافي غسلته مزيان، وهو العدس الا كنتو عندكم الوقت نقعوه في الماء وخليه نص ساعه ساعه بيتو كاع في الماء، عرفتو كيتنفخ وكيطيب بالزربه. المهم هنا غادي نضيف الثومه، وهنا عندي معجون ديال الثوم. اللي بغات تشوف الطريقه ديالو راه كاين الفيديو ديالو في القناه، عرفتو هانتوما شوفوا الثومه ما شاء الله، هانتوما ما كتكحل ما حتى شي حاجه، زوينه وكتعاون وكتبقى عندكم مده طويله حتى 3 شهور ما كيبقى ليها والو. عندي هنايا الربيع، صافي غادي ندير العطريه، غندير البزار، نخرقو، ندير هنا شويه ديال الكمون، سكينجبير، والتحميره هنا قربت تسالي ليا، غادي نصوبها معكم ان شاء الله. هانت واحد التحميره يا سلام، واخا هي اللون ديالها ماشي حمر بزاف بحال هذيك اللي كتباع، ولكن راه المذاق ما نهضروش عليه. صافي غنضيف هنا الزيت، من الافضل ديروا زيت العود، المهم الزيت غير شويه. صافي وغادي نضيف الخلطه. صافي هنا خديت البول ديال الميكسور وغادي ندير فيه واحد البصله. اسهل عدس ممكن تحضروه هو هذا، كيجي بنين بزاف بزاف. صافي هنا درت بصله، هنايا عندي مطيشه نديرها بقشوره وكلشي، غنزيد عليها شويه الماء باش تطحن. صافي وغادي نطحنها، لا ما تحكو ما والو. غادي نضيف هنايا الخليط، غادي ندير الملح نسيتها. صافي غادي نديرو دابا يطيب على عافيه اللي تكون مهيله، يطيب على خاطر. وغادي نرافق العدس ديالي بزعلوك. انا خديت واحد ثلاثه الحبات ديال الباذنجان مع واحد الحبه ديال الفلفله الحمراء ولا الخضراء اللي عندكم. غادي نشويهم غير في القلايه الهوائيه، وصلتهم غادي نديرهم هنايا نستفوا حدا بعضياتهم، ندير عليهم واحد الرشه ديال الزيت خفيفه جدا جدا. صافي اليوم واحد 10 دقائق على درجه 200 ونخليهم يتشواو. غادي نحل الفليفله ديالي الحاره اللي وجدت معاكم. المهم هنايا راها معقمه، يا سلام يا سلام يا سلام. وغادي نديرها مع العدس باش تطلق من المذاق ديالها، والعدس خليوه يطيب على مهل كيجي بنين بزاف. وهنايا القرعه ملي كتحلوها صافي كتوليو كديروها في الثلاجه، ما كتخسر ما حتى شي حاجه، غير هي خصها تبقى في الثلاجه ضروري. هنايا غادي نوجد البطاطا فريت، غنقليها طبعا في القلايه الهوائيه. المهم هنا من بعد ما قطعتها بحال هكا
غسلتها مزيان وغادي نديرها هنايا في الماء تغلى غير واحد المده ديال يعني 10 دقائق ما تفوتهاش. صافي هنايا راني فتحت على الطنجره الفلفل قلبتهم وعاود صافي دابا تحمروا كما كتشوفوا من جوج ديال الجهات انتما الفلفل كيفاش دايره والطنجره حتى هو راه تشوى انتما من جوج جهات قلبتهم. غادي نخليهم حتى يبردوا شويه. صافي هنايا غادي ندير البطاطا من بعد ما كما قلت لكم سلقتها مده ديال 5 دقائق فقط كما كتشوفوا كتبقى يعني قابه في راسها ما كتهرس ما والو. غادي ندير عليها شويه الزيت غير باش كيعطي ديك البنه تقلي وصافي صافي. هذه هي الكميه الزيت اللي غادي ندير فقط وغندير لها شويه مليحه صافي. درجة الحرارة ديما 200 وغادي ندير لها هنايا 15 دقيقة فقط ونطلع عليها. هنايا الفريت راني فتحت عليها وشوفوا ليا ما شاء الله على الوين راه باقي ما كملش ليها الطياب. شوفوا القرمشة يا سلام. دابا غنزيدها واحد شوية ولكن راه ما بقاش فيها بزاف. هنايا غادي ندوز لهاديك الفلفلة باش نقيها. شوفوا هانتوما شوفوا لي القشره كيفاش كتحيد عرفتوا راه مقليه مشويه المهم مريقله وسهله بلا عذاب بلا والو في دغيا دغيا 10 دقائق صافي. نحيد لها القشره ودنجلها هو يتقشر بكل سهوله كيف ما كتشوفوا طايب مزيان مزيان. غادي نقشرو دابا نتوما راهي كتحلو كتبعكم القشره. وها هي الفريت ديال الوجدات. شوفوا شوفوا ما شاء الله شوفوا شوفوا راه مقرمشة ها يا سلام. شوفوا كيفاش كتجي راه كتجي واعره بزاف مقرمشة ورائعه. وشفتوا شحال ديال الزيت درت راه تقريبا والو. هنايا خديت مقلة غادي ندير فيها الدنجال والفلفل اسرع منه ما كاينش هاد الزيت. زيت العود رشه ديال اللبزه غير شويه تحميره الكمون والملح ثومه ضروريه عندي أرضي. هاد صهور طاب انتما كيف ما كتشوفوا راه ما كيتفسخ ما كيتفرتت ما حتى شي حاجه ريحته غزاله. واكثر حاجه كتنفعني انا هي التسخان التسخان ديال الخبز. المهم هنايا جبت واحد الخبزه من المجمد هانتوما شوفوا راه هذا كان في المجمد وكتجبدوه وتخليوه هادشي راه كيرجع كانه يلا طاب. غنديرو في كنحط ليه الحراره باش ما يبسش 120 صافي.
ومن بعد الغداء مباشرة شديت الطريق باش نمشي نجيب ستوك ديال السلعة اللي وصلتني. وأخيرا وصلتني، أنا فرحانة بزاف صراحة، لأنه بزاف ديال الأخوات كانوا كيسولوني عليها وما كانتش نهائيا في السوق، ولكن صافي رجعت ورجعت بحلة جديدة مفركسة وغتعجبكم إن شاء الله. فمشيت جبت ستوك ديالي، وهنا ضربت لكم واحد الطويره في بوكاز هنا. من بعد ما درتو في الطوموبيل غادي نعاود ثاني نشد الطريق. هاد الطريق هادي طريق والله ما عرفت كيتشابو الطرقان هنا في مراكش. المهم هنا شديت هاد الطريق هادي، يمكن طريق وريكا هادي واقيله، والله ما عقل دابا كندير المونتاج وكنحاول نتفكر الطريقه هادي شناهي. المهم هذا مركز ديال الشريفيه، وهنايا غادي ندور على بوكاز باش نمشي للمحاميد ان شاء الله. فنخليكم مع هاد الجوله هادي تشوفوها ان شاء الله. هنا كان غيضربني واحد الموتور يا ربي السلامه. المهم ما شتوش عرفتو كندير واحد السوغان يا سلام وربي كيستر وصافي. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا، وغادي نرجع للدار غادي نصوب ان شاء الله واحد الشيء واخرى في القلايه الهوائيه. هنايا رجعت وتفكرت بلي عندي واحد شويه ديال الخليط اللي كنت صوبت به لي بانكيك، وقلت غادي نجربو نحضر به لي كاب كيك. فانا جبت هاد ليمون هادو ديال السيليكون ودرت فيهم كويغطات ديال الورق، وهنايا الخليط من بعد ما يعني كيبرد كيجي زوين صراحه، كيجي مفشفش. هاد الخليط هذا راه متعدد الاستعمالات، سبقني وتشاركته معكم، ممكن تستعملوه لي غوفغ لي بانكيك ولي كاب كيك كاملين بنفس الخليط. المهم انا غادي نعمر الكويغطات وغادي نزينهم بلي بيبي ديال الشكلاط. فلي كاب كيك راه دغيا كيوجدوا في القلايه الهوائيه، راه ميم با 10 دقائق، راه سريعين جدا ماشي بحال الفران، دغيا كيوجدوا وناجحين. هكا الفطور ديال الصباح اولا الوليدات اللي كيبغيو مثلا توجدوا لهم شي حاجه الكوتي مثلا مع الصباح، فاسهل حاجه ممكن تحضروا هي هاد لي كاب كيك هادو. صافي غادي ندير على درجه حراره 130 130 اولا 140 كما شفتوا. المده هنا درت ليها 15 دقيقه، ولكن غادي نحل في الوسط وغادي نلقاهم طلعوا وتحمروا وكيجيو منفوخين كيف ما شفتوا، فكيجيو طايبين من الداخل وكل شيء. وغادي نشرب بهم قهوه. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. خليتكم على خير، بسلام عليكم.